أصفر عصبت جبيني ومشيت بموكب حزب الله وحملت كتابي بيميني وأنا الموعود بنصر الله. أن تكون ثوريا ليست هي مسألة أن تعرف كيف تكون عسكريا جيدا تقاتل بكفاءة، أو كيف تكون إنسانا يهتف بحرارة. أن تكون ثوريا أن تعيش في حياتك كلها، في فكرك، في شعورك، في وجدانك، في علاقاتك، في حركتك في الحياة، أن تعيش في حياتك قاعدة الثورة وهي الإسلام. ثورتنا ليست عمليات عسكرية ندعها تعيش بشكل منقطع عن الجذور، ولكن ثورتنا هي تغيير واقع وتغيير إنسان وتغيير حاضر ليتحرك مستقبل من خلال خطوات التغيير. تبدأ الثورة في نفسك لتثور على كل رواسب الجاهلية في أعماقك. تبدأ الثورة في فكرك لتثور على كل الطفيليات الفكرية في داخل عقلك. تبدأ الثورة في عاطفتك ومشاعرك لتثور على كل نقاط الضعف التي تتحرك في مشاعرك وفي أحاسيسك، لتكون مشاعرك إسلامية وأفكارك إسلامية وروحك إسلامية. ثم تبدأ في الثورة على الواقع، واقعك أنت، لتكون رجل الثورة وإنسان الثورة وواقع الناس من حولك، لتكون هناك أمة الثورة.